والله هو الشركة كانت الملف بتاعها تحت قيد الفحص، وجالي الملف على أساس إنها يتم مراجعته، وفوجئت إن المحاسب وكيل الشركة جاء هنا للمكتب وعرض الرشوة. فالحقيقة لما عرض الرشوة أنا قلت له طيب سيبني مهلة، اديني مهلة أفكر، وبلغت على طول الرقابة الإدارية. بدأت الرقابة الإدارية تعمل الشغل بتاعها، ولحد ما انتهى إلى ضبط المحاسب متلبس بالرشوة. هي شركة مساهمة من الشركات الكبيرة في المعمارية، وإنه مش مهم تفاصيل القطاع دي، مش هي القضية. القضية إن في حد حاول إن هو يسلك طريق غير صحيح لإنهاء الملف بتاعه، وده خدنا فيه إجراء على طول مع الرقابة الإدارية. ماشي، كم كانت قيمة الرشوة؟ قيمة الرشوة زي ما جاء في بيان الوزارة والمنشور في بيان المصلحة تم ذكرها كانت 100,000 جنيه. وزير المالية الحقيقة كافئنا مكافأة كبيرة جدا أنا أعتز بيها، هي مكافأة مالية كبيرة، بس الأهم من المكافأة المالية هي المكافأة المعنوية اللي هو دعمنا في كونه إنه يستقبلني في مكتبه. ده بفخر واعتزاز ليا إن وزير معالي الوزير يستقبلني في مكتبه ومديلي سنة للخدمة، وأنا كنت على مشارف الخروج على المعاش، كان فاضل لي شهرين، وإنه يشد من أزر العاملين بمصلحة الضرايب، لأن العاملين ديت هي طبيعة ومعظم العاملين بمصلحة الضرايب دول حماة المال العام، دول بيشتغلوا من وازع ضمير بحيث إن هم يحافظوا على المال العام ويتفانوا في عملهم، لأن ديت بتمثل الضرائب بتمثل أكبر مورد لإيرادات الدولة، حوالي 75% من إيرادات الدولة، وديت بيقوم عليها فعلا رجال مخلصين في مصلحة الضرائب. لولا تفانيهم في العمل وإخلاصهم في العمل إن هم يحاولوا من ضميرهم إن هم يوصلوا لتحصيل حق الدولة وتحقيق العدالة الضريبية ديت، لأنها هي بتمثل إيرادات الدولة اللي بتقوم الدولة بإنفاق منها على جميع المشاريع والقطاعات. وإحنا شايفين دلوقتي البلد والقيادة السياسية مشاريع في كل الاتجاهات، مشاريع إعمار ومشاريع طرق ومشاريع في تحسين حالة المواطنين والمشاريع للمواد الغذائية، فدي كلها بتوفرها الدولة من حصيلة الضرائب. فلو ضرينا بحصيلة الدولة احنا كقضاة مال، خلاص الدولة مش هتلاقي، بيحصل عجز وتستدين الدولة، وبتبقى ديت مشكلة كبيرة. ولذلك كان من هنا الدعم الكبير جدا اللي واجهته من وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس المصلحة، وكان على رأسهم اللي أسعدني أكتر لما قال لي وزير المالية إن معالي رئيس الوزراء يعني أكد على معالي الوزير بتمديد سنة للأستاذ صلاح محمدي كمكافأة له، فده شرف كبير قوي ليه، وشرف كبير لمصلحة الضرايب والمأمير الضرايب اللي هم دولت النسبة الأكبر في المصلحة. النسبة الأكبر في المصنع. أنا بقول لضعاف النفوس إن الكسب الحلال والمال الحلال هو أحسن طريق لإن أنت تأكل أولادك من حلال وتصرف من حلال، ربنا بيجعل في سعيك بركة.
لان البركه مش هي المال، البركه ان انت تبقى بصحه جيده، البركه ان انت تبقى اولادك ربنا يبارك لك فيهم، البركه ان يعني تبقى بالك وضميرك مرتاح، هي ديت البركه الحقيقيه، انما المال مش هو كل حاجه.